لمعلومات أكثر ينضم إلينا الصحفي محمد بارودي من لوكسمبورغ. صباح الخير. يا صباح الخير لإلك. صباح الخيرات. مرحبا. هلا بيك. خلينا نحكي بداية عن سبب إنشاء هذا السوق، وقديش كانت صناعة الأبواب مهمة بها بالماضي حتى خصص له سوق. يعني يمكن إذا فينا نقول العنوان الأعرض لسوق الأبابية تحديداً إنه هو أقدم gift shop، خلينا نقول، أو souvenir shop، سوق هدايا، محل تذاكر وسوق هدايا في العالم. يمكن يعني ابتكار هذا السوق كان هو مثل ما بيقولوا احتياج نوعاً ما، لما كانت دمشق هي قبلة تجارية وعلى خط الحرير، فبالتالي كان بنفس الصيغة الحالية له، ولكن بمجده وبأوجه بهذيك الفترة، بأنه كان يعمل نوع من التذكيرات أو من الهدايا الخاصة بمدينة دمشق اللي فيها عبق هي المدينة، ولكن بصيغة غير الموجودة حاليا. من بعدها صار في عنا موضوع الأبابية اللي هو تبعيته يعني للبقاب، يعني الذي هو كان اللباس الذي بياخذ فيه راحته أكثر الدمشقي يعني. فبالتالي موضوع الأبابية هو بحد ذاته يعني اختصاص، وكان يعني مثل اليوم إذا عم نحكي بصناعة كان يفرد له يعني عائلات تختص تحديدا بهذا الصناعة وبهذه التوريد لكل أنحاء العالم فيها. لما عم تسألني اليوم عن شو كانت أهمية الأبابية، يعني أنه يصير فيه إلى سوق متخصص، لأنه فعليا كانت هي عليها الإقبال الأكبر، يعني فعليا ما كان الاستخدام بالحياة اليومية للنعال الحالية أو الشكل الحالي اللي العالم بتعرفه، وخصوصا بأنه كان كل التجار، يعني اليوم التاجر في محله الدمشقي قديما ولا يزال في بعض المناطق مثل الحريقة مثل الزهورية ما بيلبس بمحله غير بقاب. يعني أول شيء للبقاب له أريحية، طبعا في ناس لحد الآن بتلبس بقاب، والبقاب كان في منه رجالي وفي منه نسوان كمان. هون كمان في نقطة تانية إنه الرنة تبعه تختلف، فمن هون كانت العالم تهتم بلبس البقاب، يعني إنه مشية الرجال غير مشية المرأة، فبالتالي من صوت البقاب بيعرفوا مين اللي جاي ومين اللي رايح. وكمان الشغيل ما بيلبس البقاب اللي بيلبسه المعلم، يعني في عندك ألوان للبقاب، إذا بتشوف ألوان في الأزرق في طبعا فبالتالي الأسود ما بيلبسه غير الباترون يعني أو المعلم الكبير، يعني مثل الأحزمة تبع الكاراتيه والجودو يعني. فهو بعد ذاته هو عرف يعني. طبعا هاي المعلومات عم أقول لك إياها هي من عائلة شهيرة جدا دمشقية، طبعا موجه لهم تحية، بيت الأبائيبي، وهن يعني أكيد موجه لهم تحية. اليوم صارت منتشرة بكل الأماكن، وطبعا في لهم فرعين مثل ما في بدمشق في ببيروت كمان. فهن كانوا من أوائل الناس اللي قعدوا بالأبائبية، وأتخيل يعني حتى الكينيا إجت من هون. وبنفس الوقت يعني نتيجة الظروف للأسف مثل ما ذكر التقرير بالثمانينات صار نوع من الحريق المفتعل، يعني بنعرف كلياتنا مين وراه، وتم اضطروا بانه هن يتخلوا عن محلاتهم وباعوا، ودخلت اسر جديده، ومن بعدها تغير سوق الابابيه وصار اخذ بعد جديد. بس يمكن لسه محافظ على نقطه انه بيع الهدايا والتذكارات حسب ما شفنا بالتقرير. هلا بالعوده الى موضوع صناعه الابائيب، لفتني موضوع انه الالوان بتدل لمين عم يلبس الابقاب، يمكن ايضا نوع الجلد. طيب كيف كانت تصنع الابائيب بهذاك الوقت، وكيف يميزوا مثلا بنمره الرجل وهي التفاصيل؟ يعني هي برجع بقول لك هو كان صناعه بحد ذاته، كانه اليوم يعني نحن عم نحكي عن الماركات الموجوده، حتى الموضوع في تمييز اكثر من الجلود، هو تمييز الخشب. يعني مثلا في الفقير كان يلبس خشب شوح، وانا مش كثير بعرف باسمائهم، بس يعني اذا كان من الاكابر بيلبس خشب جوز فله رنه معينه، في اللي بيستخدم مع المي، في اللي يستخدم بلا مي، في اللي يستخدم بالمشوار، في اللي يستخدم داخل المحل. يعني فعليا هو بحد ذاته صناعه بشكل عام كبيره، للاسف يعني حتى ما توثقت بدمشق انه هي الصناعه كيف كانت. وايضا مثل ما قلت لك كانت بيروت كانت ايضا يعني فيها منطقه شبيهه بهذا السوق، قرب جغرافي اكثر يعني. نعم، وكان بنفس الوقت خلينا نقول يعني الموضوع يومي، يعني موضوع الأبائيب كان شيء للاستخدام اليومي، فبالتالي كان يعني مثل اللي نازل على المول أو نازل على أي سوق إنه هو يشتري وبيغير، وفي صيفي وفي شتوي. فبالتالي يعني هي صناعة قائمة بحد ذاتها،
بتخيل قبل يعني كان الموضوع اخذ البعد التفصيلي، يعني عم تقلي انت تبع انه كيف كانوا يميزوا النمر، كان كل حدا بيروح بيفصل، يعني مثل كيف كان يفصل الامباز وكيف يفصل الجاكيت والقميص، فكان نفس الفكره انه كان يروح العالم تفصل وكان في شيء مختص لهم. والكل اللي بيعرف بهي المنطقه تحديدا، يعني خلينا نقول لبدايه 2010 وقبل ما يصير يعني كل هالتغيير الكبير اليوم بسوريا، كانت العائلات المتخصصه بصناعه الابائيب تحديدا يعني مقاومه جدا جدا بانه ما تتخلى عن المحلات، ولكن بعض الظروف يعني اجبرتها بانه تتخلى للاسف، وهون خسر شوي السوق. يعني اليوم عم يتقلي عم يصير في تذكارات وبيع لبعض الامور وانشاء حتى صناعه جديده، هذا الشيء جيد، بس يعني فعليا نحن خسرنا ارث كبير جدا، لانه لو اجينا على الناحيه الاجتماعيه يعني هو مو موضوع لبس البقاب يعني شيء فلكلور يعني، بس هو كان حتى له فوائد يعني بيقولوا طبيه كثير، انه انت ماشي على خشب او شيء من هذا الكلام. وكمان لا ننسى انه لو بنرجع للمسلسلات القديمه يعني مثل حمام الايشاني، حمام الهنا، طبعا يعني كان في حضور كبير له، ما هو شيء للتندر، هو شيء كان احتياج يومي وكان تتميز فيها هالمدينتين تحديدا يعني. وطبعا يعني كمان ما بدنا ننسى موضوع حمام السوق، نحن عم نحكي عن منطقه الابائبيه، كان فيها التجمع الاكبر من حمامات السوق، فبالتالي بالحمام السوق ما كان حدا يستخدم النعال العادية يعني، فالباب هو مشان ما يصير في زحلطة وما يصير في شيء. وبنفس الوقت يعني كانت مادة الباب يعني هي مادة حاضرة بكل المجتمع الدمشقي يعني المجتمع السوري، بتخيل حتى بحلب، وكان يعني شيء من التندر بأنه إذا عريس بده يتجوز بياخد بابين، واحد ليأكل فيه قتلة والتاني لا يلبسه، فالموضوع كتير كان يعني حاضر. كنت عم بحكي مع أيهم تحت الهواء أنه يا الله يعني الباب صوته عالي، يعني يمكن لو موجود بزماننا هذا كان الجيران قلعونا، يعني يعني صوته عالي بإضافة ما بيخلي حدا نايم، يعني هو عن جد من زمان أتوقع، يعني غير موضوع الفوائد اللي ذكرتها أيضا، يعني وبيندر أنه في رجل إجا على البيت فبيعطي هذا الإيحاء، يعني يمكن الحريم ممكن يتستروا أو يغطوا على وجههم، يعني هو فعلا صوته واضح مثل شيء بنلبسه اليوم. هلا نحن ما ننسى كمان انه قبل كانت العيشه بالبيوت العربيه، فبالتالي ما في موضوع الجيره او ما في هذا الموضوع، بس انا بتخيل يعني موضوع اللبس البقاب انه كان في الناعم وفي الخشن وفي نوع الخشب المستخدم، كان لموضوع الرنه انه مين اللي جاي، يعني هلا جاي الاب، هلا جاي الولد، هلا جاي الام، فبالتالي يعني كان نوع من الادبيات يعني انه الناس تصير تعرف بهالقصص هي. بالاضافه لهذا الموضوع كان حتى الطبقات المجتمعيه، يعني كان الناس تتميز بالطربوش وبالابقاب، يعني هدول الشغلتين شوف شلون ابقابه تمام فهدول يعني دائما بدهم يكونوا مثل ما بيقولوا يعني على طراز 24 لتميز الطبقه المجتمعيه يعني تبع الناس. طيب هون بدنا نذكر كمان بما انه عم نحكي عن سوق الابقابيه جانب انساني من هذا السوق ايضا، انه هذا السوق خلينا نحكي بال 1900 وقبل وصولا لعهد الرئيس القوتلي كان مخصص كونه هو للأوقاف، لما نحكي كلمة أوقاف بالعقارات الدمشقية معناها يد وزارة الأوقاف عليه لتأجيره لأقل الناس دخلاً، فبالتالي كان في هذا الجانب التعاوني الاجتماعي أيام زمان، فكان في بعض القوانين تنص بأنه أصحاب العالات أو اللي عندهم نوعاً ما مشاكل حركية، مقعد عنده مشكلة بالحركة، كان الأولوية له، فبالتالي الصناعات المهنية واليدوية تحصر بهدول الناس، فكان هذا الأساس وهي العلة من إيجاد هذا السوق قديما. للأسف يعني كل المعايير تبدلت مثل ما حكينا لما أجى الوضع الحالي، وصار يعني موضوع الأتاوات وصار موضوع قبل ما نحكي عن اليوم وضعه اليوم، خلينا نحكي شوي عن سقف هذا السوق المصنوع من الحجر، يعني حكينا على كثير أسواق بصباحنا صباح سوريا كانت كلها مسقوفة، لكن هذا أول مرة عن جد بيمشي معنا بيمرق معنا يعني سوق مصنوع من الحجر سقفه، شو السبب؟
طبعا يعني سوق الأبابية اللي بيعرف المنطقة فينا نقول هو معمول بنظام الأناطر أكثر، يعني هو أنطرات على بعضها تجمعت وأخذت شكل الحالي اللي هو تصير مثل بارتيشن أو تصير مثل محلات يعني منفصلة واحدة وتلو الأخرى، فبالتالي هو محطوط على نظام سور قديم. وقبل نحن عم نشوفه بالصيغة الحالية كان السقف اللي انهدم بالحريق بسنة ال 75 على ما أعتقد أو أول الثمانينات كان ممتد إلى حائط الغربي من مسجد الأموي، فبالتالي كان أخذ الشكل لو فينا نشبهه اليوم بمدحت باشا، مثل سوق مدحت باشا كان الوضع الأول. فبالتالي هو معمول بنظام الأناطر بأنه هذا الحجر الرص اللي محطوط على بعضه. وايضا يعني للاسف تم تشويه كثير من الامور فيه بانه فرضوا الزاميه الديكور الموحد، بتخيل باول 2008 2009 بدمشق القديمه، فكان الغايه منها بانه كثير انسرق من الاحجار القديمه يلي انسرقت وهي تعتبر يعني شبه اثار يعني بهذيك الفتره، سواء من سوق الابابيه او من سوق الحميديه او حتى من الخانات المجاوره. فهذا الموضوع يعني مثل ما قلنا هو أخذ شكل الأناطر أكثر. هو أقرب للأكشاك يعني برجع بقول لك لأنه علة صغيرة، محال صغيرة، فهو هو أكشاك للناس اللي عندها عوز كان واللي بدها تلاقي لقمة عيش كريمة. يعني هو كان يعني مقابل هذه الأكشاك أيضا في نفس الشكل لأكشاك أخرى، الحريق هو سبب إزالة هذه المحلات اللي كانت ملاصقة للجامع الأموي، لحائط الجامع الأموي. الموضوع بالجامع الأموي يعني كانت المنطقة للأسف مثل ما هي عظيمة، مثل ما اجتها لعنة كبيرة يلي هي إنه عليها العين، يعني بأي حجة ولأتفه سبب كان يعني للأسف القائمين على دمشق القديمة وكأنه لهم تار يعني مع هذه المدينة. دائما القرار الأول هو الإزالة، يعني بغض النظر عن تاريخيته رمزيته أي شيء لإله. فكان موضوع الحريق وللأسف هي المشكلة الأكبر بدمشق القديمة، لأنه الترميم عم بيكون بشكل عشوائي وبنفس الوقت افتعال الحرائق فيها كتير سهل، يعني أنت عم تحكي عن مواد قديمة فبالتالي فورا تتلاشى يعني فعليا. سوق الأبابية تحديدا كان السقف تبعه وحتى خلينا نقول المحلات المجاورة على حائط المسجد الأموي يعني كانت سبب تبعها أول شيء أنه تعريض الطريق الذي كان موجود على الحائط الغربي بحجة السياح والسياحة والانفتاح أكثر يعني على أساس، ولكن تم إزالتها. وللأسف كان كثير من المحلات يعني انحرموا مثل ما بيقولوا يعني مكان مصدر العيش والرزق منها، وتم نقلهم في بعض الأحيان إلى اللتكية السليمانية اللي هلأ اليوم كمان اللتكية السليمانية صارت بمشروع دمار. فلك أن تتخيل يعني العقلية اللي عم نتعامل فيها التغيير. مع هيك مع هذا التراث ومع هيك شيء، في حين لما بتلاقي سوق ما بيصل عمره لربع عمر الأبابية ولا هاي المنطقة في اهتمام عم بيتم الاحتفال فيه عالميا، ولكن للأسف يعني دمشق كما هي معشوقة في العالم، ولكن في ناس يعني تتمنى دمارها بقدر ما بيحبوا الانتساب لها يعني للأسف. عم نشوف برا فعلا مثل ما ذكرت يعني يمكن تكون بركة مي صغيرة أو يمكن سوق ما عمره كم سنة، عن جد بيتم الاهتمام فيه وناس تجي السياح بتحسوا قد ايه هو عن جد عظيم هذا الشيء. وبسوريا عن جد يمكن مئات السنين أعمار أسواق أو حتى المواقع الأثرية للأسف مهجورة أو يتم إهمالها أو حتى يعني إغلاقها بشكل كامل للأسف. يعني مثل هيك آثار لازم نستثمرها بشكل جيد. صحيح صحيح، وخاصة الصناعات الموجودة فيها. يعني هون بيقودنا لسؤال بالنسبة لصناعة القباقيب، هل ما زالت مستمرة؟ هل في ناس لسه بتمارس المهنة؟ طبعا يعني ما في شك يعني، ولكن أخذت بعد آخر اللي هو تأخذ بقاب للذكرى وتأخذ بقاب مريحة الوطن للأسف. يعني للمغترب اللي عم يرجع على البلد تخيل بيرجع معه بقاب، يعني هي اليوم الفكرة اللي بدهم يوصلونا إياها. اليوم في صناعة الأبائيب ولكن فاتت فيها المكان، يعني فات الشيء المستحدث فيها، معمولة بماكينة معمولة بشيء آخر ما فيها شيء. طبعا بنعرف إنه الموضوع التكلفة العالية الكبيرة، بنعرف إنه كمان ما عاد في شيء اسمه غوطة لأنه كان صناعة القباقيب قائمة على الخشب اللي بيجي من الغوطة، فبالتالي يعني راحت المواد الأساسية والمتريالات. هلا بحسب الشيء اللي بنشاهده اليوم بالأبابية عم نشوف المتريالات العادية، يعني الشيء التجاري اللي هو ما فيك تستهلكه أو تستخدمه. وطبعا يعني نتيجة الحداثة والتطورات يعني بتخيل شوي الموضوع صار قديم إنه الواحد يصير يلبس بقاب ويطقطق فيه، يعني كان بصير بياخذ مخالفة إزعاج إذا كان عايش ببلاد غير البلاد العربية يعني.
تماما. ففعليا يعني الموضوع للاسف صار ذكرى، وهذا يعني بيعطينا لمحه يعني كيف اليوم تراث كامل وثقافه كامله وتكافل اجتماعي مثل ما حكينا كامل يتحول اليوم لشكله مفاتيح او يتحول لذكرى يصير الواحد ياخذها من بلده اذا رجع على بلده. بالاضافه يعني نحن اليوم اكيد مع الناس تترزق، وخصوصا أكيد الناس اللي عندها 100% يعني ظروف، يعني شيء جيد انه لا يزال يعني الاباء بي اليوم صح خسر المهنه الاساسيه اللي انعمل مشانها، ولكن يعني هي موضوع السيفونيرات وموضوع التذكارات يعني شيء جيد ايضا بانه هو صناعه بحد ذاتها قائمه. يا ريت بس يستفيد منها الناس، يعني مثل ما قلنا نحن دمشق القديمه فيها سرطان كبير واللي هو موضوع الوقف والاوقاف. يعني يا ريت اللي عم ينعمل معهم عقود يكون عن جد يعني بيستاهل ما يكون مخبر، يعني لانه في ناس عن جد هي مصلحتها هاي، وعن جد هي تستحق بانه تاخذ هذا المكان بقلب العاصمه وتعطي صوره جميله عن العاصمه 100%. سواء للزائر او للمقيم. ومثل ما قلنا يعني هو بنهاية الأمر تراث يعني يجب الحفاظ عليه. أتوقع لازم يعني يتم ضم أكثر من كشك مع بعض بنفس هذا الشكل الحالي، يتم ترميمهم ووضع الآلات اللي كان يتصنع فيها الإبقاب قديما، وحتى مثلا لو نجيب الأشخاص عن جد الموجودين على قيد الحياة اللي بيشتغلوا بهذا الموضوع يورثوه من أجيال لأجيال حتى يكون هذا المحل فعلا مقصد للسياح وتم الحفاظ على هذه المهنة. شكرا لك الصحفي محمد بارودي على كل هذه المعلومات، ونهارك سعيد. نهارك سعيد يا رب.